27 دقيقة، هذه ايميسيون امبوسيبل حلقة الخميس 19 اكتوبر 2023 والتغطية مستمرة للحرب الدائرة لاستهداف الكيان الصهيوني لغزة لصمود سكان غزة واهل غزة. التغطية مستمرة تقريبا، حاولنا أن نوعه، حاولنا أن نعاود توجيه الضوء لقضايانا في الداخل، أخبار الداخل، لكن للأسف ما تنجمش ما تحكيش على الـ على الـ على تطورات الوضع، على تتالي الأحداث هناك في غزة. أرحب بالمحللي البرنامج نجيب تزيري. صباح الخير. صباح الخير برهان، صباح الخير السادة المستمعين الكل، صباح العزائم التي لا تلين، صباح النصر للمقاومين المخلصين الصادقين. يعود بعد غياب مطول، لكن كان يواكب في الأحداث بالكتابة، بالمتابعة، بالتعبير على الرأي. العميد زياد الهاني، صباح النور. يا صباح الورد، صباح المسك والعنبر، صباح المحبة، صباح النخوة والاعتزاز بالله، صباح الفخر والحماسة، صباح أجمل ما فيه أنك تنجم تقول، مش من باب المفاخرة ولا من باب المزايدة ولا من باب نعم. الاعتداد بالنفس نعم. لا تقول أنا فخور بشعبي، وتقول له يا شعبي يا عود الندي، طيب. يا أغلى من روحي عندي، إن بقونا على العهد. وقت اللي تشوف الآلاف المؤلفة، الآلاف المؤلفة أيه. وخاصة منهم أيه. من الشبان ومن التلاميذ نعم. اللي خرجوا نصرة لغزة أيه. نصرة للكرامة أيه. نصرة للمقاومة نعم. نصرة للحرية نعم. تقول نحن أمة بألف خير، ومستقبلنا لن يكون إلا كل خير مهما كانت التضحيات بإذن الله. أكيد نحن باش نحكيه وباش على المسيرات اللي خرجت البارح في معظم مدن تونس، ومسيرة تونس العاصمة وشارع بورقيبة، واللافت فيها كالحضور الجماهيري بتاع التلامذة والطلبة، يعني الصغيرات اللي لا كبروا لا على أحزاب لا على إيديولوجيات لا على كل الأفكار هذيك بتاع اللي اللي اللي, اللي قادة جيل كامل في بتاع الستينات والسبعينات، شي يعمل كيف إن شاء الله يتواصل الزخم هذا، إن شاء الله تكون فرصة عودة وعي. وهذه قيمة فلسطين، فلسطين اللي وحدت التوانسة نعم. اللي وحدت التوانسة نعم. يلا هذه 7:13 دقيقة، هذه إيميسيون امبوسيبل حلقة الخميس 19 أكتوبر، دوما في المتابعة بتوقيت غزة وتوقيت فلسطين. نرفع يدينا الآن للدعاء، نعوذ بالله، نعوذ بك يا رب من هذا العجز، نعوذ بالله من هذا العجز. ونحن نرى إخوتنا في فلسطين ولا نستطيع صرفا ولا دفاعا ولا وصولا. اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. اللهم استرهم وآمن روعاتهم، واحرسهم بعينك التي لا تنام، وسخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض. تعز علينا فلسطين وتعز علينا أوجاعها. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وثبت أقدامهم، وسدد رميهم، ووحد صفوفهم، واكتب لهم نصرا مؤزرا، والطف بهم يا الله من هول المشهد ومرارة الفقد وموت الفجأة وخراب الديار، وإن الله على نصرهم لقدير. اللهم الفرح الذي يخلد بنا ولا يزول، اللهم الفرح الذي يخلد بنا ولا يزول، فبالله صبر وبالله يسر وبالله عون. بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا. عاشت فلسطين حرة عربية من البحر إلى النهر، وعاش مجاهدو ومناضلو فلسطين وشعبها البطل. المجد وعليين، المجد وعليين للشهداء، المجد وعليين لشهداء العراق وفلسطين وشهداء الأمة. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يلا هذه 7:18 دقيقة، مسيرات حاجدة في تونس مساندة للقضية الفلسطينية، نحو 20 ألف مشارك في مسيرة شارع بورقيبة في العاصمة،
وآلاف في بقية المدن التونسية الدلالة الرمزية والرسالة. زياد الهاني كيف تقرأ هذا الحشد الكبير اللي هبط سورتو المستوى الأعمار متاع الشباب التلمذي البارح تلامذة هم اللي نشحوا الاستجابة للدعوة للنزول للشوارع. يعني تحية لتلامذة تونس وتحية لطلاب تونس، تحية لمعاهد تونس ولجامعات تونس. كانت المنظر يا زياد يشبه كل الأجواء متاع مظاهرات، ذكروني الأفلام المصرية متاع 1919 بداية المطالب بالاستقلال على الاحتلال الإنجليزي. كل مرة يجي وفد، كل مرة من مظاهرة هاو داخل من شارع باريس من مكتب الفلاني، هاو داخل من الشارع المقابل من TGM وفد من الليسي الفلاني، هاو الطلبة الفلانيين. عباد يعني أمضات كيلومترات على أقدامها من الأحياء الجامعية باش التحقت بشارع الحبيب والجيبة في مشهد حلو برشا. بغض النظر على كل ما يتقال وماذا يمكن أن تقدم هذه المسيرات لقضية فلسطين، قدمت لتونس فلسطين في الأخر هي اللي قدمت لتونس، مش العكس. زياد الهاني كيفاه تقرأ المسيرات بتاع البارح؟ أنا نقول لك الاثنين، أنا نقول لك فلسطين قدمت لتونس لأن وحدت القلوب متاع التوانسة، وفي نفس الوقت تونس قدمت لفلسطين. نعم، لأنه اليوم العالم كل قاعد يتبع في التطورات، وكل ما تكثر المواقع متاع الرفض ومتاع الغضب كلها فدي تسجل. وفي نفس الوقت من ناحية الفلسطينيين يحسوا رواحهم أنهم ما هماش وحدهم، والظلام والمعتدين يعرفوا كذلك اللي هم راهم ما ينجموش يستفردوا بالفلسطينيين، حتى وان كان وجهولهم حاملات الطائرات متاعهم وجهولهم. نعم، البوارج الحربيه فهمتني متاعهم. نعم، اللي صار اروع ما فيه. نعم، هو الخروج العفوي. نعم، لهالتلامذه فهمتني هذمه وللطلبه. نعم، ونحب نلاحظ انه في بعض المؤسسات الجامعيه الخاصه الطلبه هم الذين فرضوا وقف الدروس وهم الذين فرضوا التوجه المسيرات. بالضبط، بالضبط. وقت اللي تشوف ظاهريا معناها تقول هالوديات هذوما بعاد كل البعد على الهموم، سواء نتاع بلادهم ولا نتاع الوطن العربي، بعاد في اهتماماتهم بعاد كذا. لكن لا، تحس انه ثم جينه نتاع مقاومه اللي هي مغروسه في التوانسه واللي هي تتنقل مع الحليب اللي 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 يرضعوه. انت حكيت على القضيه اللي وحدت التوانسه. بالضبط، الالم اللي وحد التوانسه، الوجيعه اللي وحدت التوانسه. انت تعرف برهان، انا في هالمنبر هذايا ومن 25 جويلية 2021 لم اترك اي فرصه تمر دون ان اندد بها بالانقلاب اللي عمله قيس سعيد على الدستور الشرعي تاع البلاد، والانقلاب اللي عملوا حتى على الاستفتاء بتاعه هو بيدو، اللي قال له نحبوا الدستور باش ننقحوه يا اخي، والغاه باش جاب حاجه فهمتي من الخيال فهمتي من المخ بتاعه هو، اضافه للتجاوزات كل الاخرى فهمتي اللي عملها. لكن اليوم وقت اللي قيس سعيد يقف وقفه العز هذه، وقفه الشرف والشموخ اللي شرفت التوانسه، اللي شرفت امه باسرها، واللي شرفت كل أحرار العالم. أنا أقل حاجة نملك أن يقولها له نقول له شكرا سيد الرئيس. ولكن ولكن هالقضية اللي وحدتنا، وانت دعيت التوانسة أنه فنتي باش 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 يتوحدوا، نقول لك هذه فنتي فرصة يا سيدي. مانيش باش نقول لك انك تراجع الاخطاء نتاعك، نعرفوا الكبرياء نتاعك وكل الانال الضخمه فهمتي معناها باش تزيد تهزك للخلاء، ما نقولهاش. اما نقول سيب الاسرى من المعتقلين السياسيين. نحب نذكر انا عجبتني تدوينه كتبها الزميل جمال عرفاوي، وانا نعتبرها ان موجه رئيس الجمهوريه. يقول له الذي يكره الظلم ويريد مقاومته عليه أن يلتفت يمنة ويسرة وينظر حوله إن كان يجلس فوق رقبة مظلوم. وأنهي بتدوينة، التدوينة هذه كتبتها فتاة تقول على اسمها من بعد، تقول له بابا أنت اللي عمرك ما سكت على الظلم وعمرك ما شككت نهار اللي الحق باش يربح، هذه أول مرة ما نخلطش نسمعك تعبر على اللي قاعد يصير في فلسطين،
انت اللي وسعت بالك معايا سوايع باش تفسر لي القضيه وتحكي لي على التاريخ وبالتفاصيل الى درجه انه ديما نعاود نسلك يا اخي منين تعرف هذا كل، وديما تتبسم وتعاود تجاوب نفس الجواب بالوقت توتولي تعرف انت زاده. انا بابا ما عرفش برشا حاجات من وقتها لتوا، اما فهمت اللي كي تكون حقاني في العالم هذا على الاغلب تتعب. مانيش نقارن في ظلم الاحتلال بظلم الاستبداد، اما ثم حاجه في الظلم عموما تقر، الحريه لفلسطين، الحريه للمعتقلين، الحريه للاحرار اينما كانوا. هذه رساله ساره الشواشي ابنة غازي السواشي، وانا نقول له نداء سيد الرئيس اطلق سراح المساجين السياسيين مكانهم في الشارع مع شعبهم باش يتضامنوا من اجل فلسطين ومع موقف ويحشدوا من اجل فلسطين ومساندة موقف. ونحب نذكرك بحاجه اخرى يا سيد الرئيس، اللي غدوه باش يقف معاك وباش يحميك وانت تتخذ هذا الموقف المشرف، راهم الالاف الالاف اللي خرجوا بصوره طوعيه ما عيطوا لهم حتى حد وبتبوا حتى حد، لا خرجوا لانهم يمنوا فنتي فنتي بقضيه، مش اللي خرجوا لك انت الانتخاباتك وطبالتك، لا 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 لا، اللي خرجوا طوعيا للدفاع على حق هم غدوا باش يخرجوا من اجلك. اليوم اللي عارضوا فيك من اجل قضيه بتاع حق، غدوه هم اللي باش يقفوا فنتي معاك ومن اجلك للدفاع عليك وانت تدافع عن قضيه عادله. سيد الرئيس اطلق سراح الاسرى من القادة السياسيين المسجونين، أطلق سراح كل المظلومين، نصرة لفلسطين على الأقل. واضح. نجيب الدزيري يلا، كيف تتفاعل زياد؟ تفاعل مع الحدث مع تعب الشعبية من الزاوية السياسية هذه، في الحقيقة منسجم مع نفسه زياد في المسألة هذه. أنت كيف تتفاعل مع المشهد الحشود البارح اللي نزلت للشوارع؟ نبدأ برهان كما بدأ الشيخ إمام، رجعوا التلمزة يا عم حمزة للجد تاني. نعم. لا كورة نفعت ولا أونطة ولا مناقشة وجدل بزنطة، سرتوا الأونطة معناتها هما حبوا الجيل الجديد، قالوا جيل سريول طايحة، سريول منقوبة، جيل عمل بلوطة في وذنه، شيل هذا ما يفهمش بتاع فيسبوك. أيوة يحب يحرقه. أيوة والزرقوني قال 75% كارهين البلاد يحبوا يهجوا كذا. الجيل هذا البارح اعطى درس، وقت اللي نحوس انا وياك البارح في شارع بورقيبه برهان، تقريبا الوجوه السياسيه المعتاده ما ريناهمش. اي والله شبيبه وعدها عامله كيف تعيط فيهم جميع الشعارات. بالضبط. شعارات العائله القوميه، شعارات العائله اليساريه، شعارات العائله الاسلاميه، الله أكبر، خيبا خيبا يهود، جيش محمد سيعود، معناتها شعارات بتاع التوجهات السياسية الكل موجودة لكن بدون تنظيمات سياسية على الميدان. معناتها الشبيبة هذه البارح أبدعت في تونس وعطى الدرس، وحتى القنوات الفرنسية قلت شبيه الشعب التونسي شد صف على الفارينة وعلى الخبز وخرج الظهر على فلسطين، أما بجل وضعيته ولا وضعية فلسطين. البارح الشبيبة بتاع تونس عطى الدرس واللي الحق ما يموتش، والشبيبة هذه قلت راهو صحيح انتم ما فهمتوناش، انتم ما يعطونا بالإعلام اللي ما الإعلام ما يعبرش علينا، بعلم الهدي زعيم الكل مرة يستدعي لنا هاو بيع دروغي واللي زعيم كبير تو ثبت روحك علي تجبت في التين ما هو ثبت روحك بينوب عليك بجيتك بجنبي علي قلت للسبيس ما هو لسه ما هو ما فيها بس نقول ولا ما هو الاستدعاوات تو علي الشبيبة هذية ولت هي في ويد وهل عاملين فيها بظفرين نخبة سوى إعلامية ولا فنية ولا رياضية نخبة أخرى يا أخويا ناحر ناحر من القمع ليه الديمقراطية في عهد رئيس قيس سعيد الديمقراطية يجيب لك بيع دروغي ولي زعيم ما عادش اليوم فما ليدير الشباب باش تبع ما عندها ناس موشمة في ديها ما عندها هاو سواقمان هاو غير سواقمان هاو هاو واحدة قالت الموتى من فلسطين ومن إسرائيل كيف كيف تو جلد الضحية وعملها استقبال أبطال شدها من يديها استقبل ابطال في ظروف هكا الناس تقصف فيهم في غزه كيما زاد يلزم شويه عقل ونهدوا الهدايا بن عروس الشبيبه ذي قلت لهم ما نجحتوش باش تبيعونا ما نجحتوش باش تردوا الباطل حق راهو الباطل باطل وحق حق الشبيبه البارح عطى الدرس يلزم الناس تتعلم منه البارح لانه كيكون متجانس الموقف الرسمي والموقف الشعبي. نعم. البارح وقت اللي نسمع خطاب الرئيس قيس سعيد في مجلس الامن القومي
ما انت نسمعوا خطابات جمال عبد الناصر، خطابات صدام حسين، خطابات مش خلدها التاريخ. سيو ابقى قيس سعيد ولا مشى قيس سعيد، هذاك سعيد تبصم في التاريخ. وقت الإغلبية حكام العرب رسهم دنك سلوتة وخنوع للكيان الصهيوني وخنوع للمال وخنوع للأمريكان، قال لا قضية فلسطين قضية حق، والحق يعلو ولا يعلى عليه. راهو معناتها النجم، معناتها كما يقول أبو عمار يأثرون، وحتى لو هم يؤثرون على أنفسهم ولو كانت يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خساسة. نحن نعمل آية قرآنية بتبيع دي ما يقولها أبو عمار، هي آية قرآنية، هي آية قرآنية. معناتها وقت اللي البلد هذه تمر بأزمة اقتصادية وتاخذ الموقف المشرف هذه، خليناها نقطة استفهام في العالم. أنا يكفيني فخر الإعلام الفرنساوي تمامشناه بك الشبيبة هذيك، الشبيبة اللي حبوا يميعوها بإعلام العار وبسوقمانات وبكذا. لكن البارح الشبيبة قالت لها نحن ما نتميعش. الوحدة الوطنية صارت الوحدة الوطنية، الشعب الكل برح خارج. وقت اللي أنا وياك الدور وبرهام بسيس في شارع بورقيبة البارح، كي قابلنا العجمي اليوريمي ومرت السحب عتيق ومرت عبد الحميد الجلاسي، وهما في المسيرة مع الشبيبة ذي اللي هي مخلطة يسار على قوميين على يمية على إسلاميين، اللي الشعب موحد. ينجم يكون فما بعض الأخطاء، فما شكون في الثية سبحان الله غلط وكذا. هاته وهذه مسألة قضائية، لأنه أنا متأكد كان جوه فما حكم نهائي وبيت الرئيس يعمل عليهم عفو. هذه لأنه تو رئيس كيفش بشي يدخل يقولها يا قاضي يا اللي عملت بتقديد العسية بكلام ما يجيش، بكلام ما يجيش. أنا معاه رب يلطف بالناس كل، ويلزم المظلوم يبيت في داره، ويلزم اللي عنده قيم يبقى مسيب يدفع عليها إن شاء الله، فهمني. لكن أنا متأكد اللي الأستاذ قيس سعيد ما عنده حتى علاقه في قفل العباد، مستحيل يهز التليفون. تو نقاش، انت مش بالضروره راك لازم متعقب على زياد. زياد قال كلمته مش بالضروره. ما انا كلمه زياد ماذا بيه، لانه انا كي قريت التدوينه بتاع ساره بن غازي الشاويش برجولي غضت. انا مع غازي الشاويش تلقي يقول يحيى فلسطين ويأثر في الجماهير ويأثر في الشبيبة ويستقطبهم باش 10 سنين اخرين نلقوا مع شكون نناقشوا، نلقوا ناس متسايس وعصام الشابي ورضا بالحاج وغيرهم، فهمني، وغيرهم. انا مع الشيء ذاك، لان كي نقرا تدوين صار تدوينه بتاع معناتها انا كنت نجم نتمنى تلقيهم الناس هذيك البرة طبعا، لكن معناتها ما يلزمنا نلقاو حل، لانه انا علاش عقبت على سيزيات؟ يلزمنا نلقاو حل مش لعبة هذيك تخرج. لا علاش نتناقشوا في ذلك؟ راهو تو بالجد معناها راهي ماهيش كلام تاع مزايدات سياسيه. زياد هذاك الخط نتاعو منسجم مع نفسه، تحيه لي زياد، قال لك انا قلت ما لم يقله احد في قيس سعيد ب 25 جويليه، لكن توا نعمل له شابو باع على الموقف المشرف. وريالمون في السياسه هذا الموقف سيكون له ثمن يا جماعة الخير. هل هل تم الاستعداد لهذا الثمن ولا لا يا نجيب الجزيري ويا زياد الهاني؟ زياد يقول لك خويا احنا الثمن ذايا ما نجم نواجهوه الا بوحدة وطنية الا بجبهة داخلية موحدة لعاد فيها ما نحبوش، يعني توفى الحرب على غزة وان شاء الله توفى بالنصر، نرجع نحن اي سايب ما تسيبش، شد ما تشدش، اعمل تامر ما تامرش كذا، هات نتلهاو في التحديات اللي باش تجينا. راهو عندنا اقتصاد، يعني الرئيس اعلن معركة السيادة توا، راهي من اخطر المعارك، قال باش نعملوا على رواحنا. اي كيف باش نواجهوا القوى هذه؟ يا اخي الامريكان باش يعديوا لك بالسهل الموقف، بالكش الفرنسيس باش يعديوا لك بالسهل بالضبط. الموقف ولا الشيء اللي تعمل فيه والحشود معناها والمواقف السياسية بالضبط. دولة وشعبا، اي كيف باش نواجهوا؟ يقول لك زياد، يقول لك يا نجيب شنو راه خلي الجبهة الداخلية تتمتن، جبهة داخلية تتقوى، ما عادش نرجع جبهة داخلية فلان تشد لا شدوه، انت تقول لا القضاء، الاخر يقول لك لا مش القضاء، يقول لك مش هذا وقته، وقته ان الناس الكل تلتف حول المشروع هذا، مشروع السيادة الوطنية. الناس الكل باش تلتف هذاك اللي مشعر دي لحظة فرز، هذه هذيك اللي مشعر فما فرز. ناس عندها ارتباطات خارجية تحبوا لا تكره. فين فرز يا ودي؟ عصام الشابي تو عنده ارتباطات خارجية. مانيش نحكي على عصام، علاش ديما تو انت قلت لي الوحدة تو ثبت روحك كلمة الشعر المهموتة. تو انا وليت هذا هو الشعر. لا مش عليك انت، هل هاي الوحدة هاي مع بعضها تعالوا الشعب مع بعض تو نقعد نتجاوب ضد المتآمرين. يلا اي فما متآمرين، فما ناس تخف التعليمات من برا. سلمى تعطي الاخبار ونرجعوا للنقاش هذايا. طبعا سيدي دقيقة ما زلنا في الانتظار، إذا كان عندنا رقم الهاتف للصليب الأحمر حضر الهاتف ولا مازال؟ يلا نواصلوا الحديث
صحفيون تونسيون يستقيلون من مؤسسات إعلامية دولية. بسام بونني يستقيل من البي بي سي، والزوج صحفيات التونسيات أماني وسلاتي وأشواق حناشي اللي يخدموا في سي نيوز القناة الفرنسية تتوالى المواقف هذه، المواقف اللي أحظت بإشادة كبيرة من طرف الجموع المتابعين للشأن العام، موقف بسام بونني وموقف أشواق حناشي وأماني وسلاتي. زياد، وأنت قريب من الصحفيين، قريب من بسام بونني وقريب من تعرف ديجا، حكينا على المضايقات اللي تعرضوا لها زوز صحفيات هذوما في سينيوز، سينيوز اللي هي ذراع تاع اليمين الفرنسي، الذراع الإعلامي واللي تابع لشبكة كانال بلوس، المواقف المنحازة جدا اللي تابع في سينيوز. يعني كيف تعلق على المواقف هذه زياد الهاني؟ أنا أعتبر اللي صاير عنده زوز أوجه. الوجه الأولاني هو أن كشف أو عرى الوجه القبيح متاع الخطاب المزدوج والمبادئ فهمتي المزدوجة اللي مارس فيها جزء كبير من الإعلام الغربي ومن السياسيين الغربيين فهمتني عموما. لكن زاد في نفس الوقت نعم. شف معادن أصيلة نعم. في عدد فهمتي من زميلاتنا فهمتي من زملائنا نعم. اللي بينوا أنه الكرامة قبل الخبز نعم. أحيانا نعم. سمحني زياد على المقاطعة، معي على الهواء مباشرة هشام مهنا المتحدث الرسمي باسم الصليب الأحمر الفلسطيني. أستاذ هشام صباح النور. أهلا وسهلا، شكرا لكم على استضافتكم الكريمة. شكرا سيد هشام. الحصيلة الأخيرة إلى حدود يوم أمس بالنسبة للشهداء والجرحى، الوضع الصحي الآن، وضع المستشفيات، وضع الإنقاذ والتداوي، أين نحن اليوم؟ اليوم تقريبا الخميس 19 أكتوبر 2023. نعم، الحصيلة التي وصلت من وزارة الصحة حسب التقديرات الأخيرة بأن تجاوز عدد الذين فقدوا حياتهم 3500، وهناك أكثر من 12,000 جريح، العديد منهم إصابات خطيرة وبالغة، مهددون أيضا بفقدان حياتهم. يعني أشارت وزارة الصحة أن 70% من المصابين والذين فقدوا حياتهم هم من النساء والأطفال. نعم. هذا يدل على أن هناك وتيرة هائلة في استهداف المدنيين. كم عدد الأطفال أستاذ هشام تحديدا؟ عدد الأطفال هل تم حصره من الشهداء؟ أعداد هائلة من الأطفال، يعني لا أملك رقم محدد نتيجة لانعدام الاتصال المباشر والمستمر، ولكن الأعداد هائلة جدا. نعم. كما ذكر هناك أيضا مخاوف بأن تتحول المستشفيات إلى مقابر نتيجة في نفاذ أو يعني على وشك أن تنفذ كميات الوقود التي تعمل عليها مولدات المستشفيات، وهي ليست كافية لحتى تستمر لأيام كما ذكرت، ولكن هذا ما كنا نهدد يعني نحذر منه ده. على مدار الأيام الأولى للتصعيد في ظل انعدام أفق لأي وقف للعمليات العدائية التي تندرع الآن على مدار 13 يوما، وفي ظل أيضا عدم وجود أي انفراجة في فتح المعبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية لإدخال المواد الإغاثية والمواد الطبية المنقذة لحياة الآلاف من قطاع غزة، فسنشهد يعني مستوى آخر من الـ من الـ من الـ من الكوارث الإنسانية ومن الفجعة الإنسانية التي سوف تحدث في قطاع غزة. نعم نعم أستاذ هشام، يعني أكيد أنكم تعاينون هذا الجدل الدولي بخصوص عملية قصف المستشفى الأهلي المعمداني، من ناحية الرواية الإسرائيلية، من ناحية تصديق الطرف الأمريكي، الرئيس الأمريكي بايدن قال أصدقكم، ليست إسرائيل هي المسؤولة عن القصف. أنتم في 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 الصليب الأحمر الفلسطيني، يعني كيف تعينون هذه الرواية التي تريد طمس المسؤولية الإسرائيلية فيما حصل في مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني؟ يعني هو أنا متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ليس هناك صليب أحمر فلسطيني، بل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وهم شركائنا في العمل الإنساني. نعم نعم. بالنسبة للاعتداء الغاشم الذي حدث على المستشفى الأهلي العربي، وهو مستشفى ضخم وقديم جدا،
ويحوي مئات العائلات التي نزحت من المناطق المحيطة المجاورة له بحثا عن الأمن والأمان. بغض النظر عن نتيجة التحقيقات التي سوف يعني يتم العمل عليها في المستشفيات من فيها الطواقم الطبية، الجرحى، المصابين، سيارات الإسعاف، هؤلاء كلهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني، هذا لا 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 غبار عليه ولا جدال فيه. بغض النظر عن أي من أين جاءت هذه القذيفة أو من أي من هو اللي فعل هذا الأمر، لابد من تطبيق احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تنادي بحماية المدنيين، الأعيان المدنية، البنى التحتية، الفرق الطبية، المستشفيات، المستوصفات، سيارات الإسعاف والفرق الإغاثية، الصحفيين، الفرق الإغاثية، هذا يعني هناك غياب تام لهذا لمشهد احترام هذه القوانين وهذه المبادئ التي تمخض عنها هذه الأعداد الهائلة من سقوط المدنيين والتدمير في المنازل والبنى التحتية. أحد مضطرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد تعرض لضرر بالغ نتيجة للقصف الشديد جدا الذي كان في أحد أكثر الأحياء اكتظاظا في مدينة غزة. لم يكن هناك حد، ولكن يعني لا زال هناك العديد منهم لا زالوا تحت الأنقاض. لا نستطيع الفرق الإغاثية ودفاع المدنيين الوصول إليهم بالرغم من الإمدادات التي نقوم بتوصيلها لهم هم ووزارة الصحة الفلسطينية وسلطات المياه. هناك كارثة بيئية على وشك أن تتفجر بعدة محاور. المحور الأول هي جثث الضحايا التي لا زالت تحت الأنقاض. المحور الثاني هو أنه لم تعد هناك قدرات لدى البلديات لما القمامة أصبحت تتكدس في الشوارع بسبب مكاره وأوبئة. المحور الثالث وهو الأهم أيضا على مستوى قطاع غزة هو عدم توفر وقود كافي أو طاقة كهربائية لتشغيل مضخات الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي. هذا سيؤدي إلى اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب التي هي أصبحت أيضا محدودة في قطاع غزة. مئات الآلاف من العائلات لا تمتلك الآن أدنى حد من الوصول إلى المياه، إلى الكهرباء، إلى الدواء، إلى الغذاء. هذه العائلات تركت منازلها وأجبرت على النزوح والخروج باتجاه جنوب قطاع غزة دون توفير ممر آمن لها ودون أيضا توفير لها القومات الأساسية للحياة. هذا لا يرتقي لمستوى قانون الدولي الإنساني. نعم. أستاذ هشام مهنا المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شكرا جزيلا لك. شيء ما تعطي لفترة فيك ونرجع إلى من البحر إلى النهر، وعاش مجاهدو ومناضلو فلسطين وشعبها البطل. المجد وعليين، المجد وعليين للشهداء، المجد وعليين للشهداء العراق وفلسطين وشهداء الأمة. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه 57 دقيقة مازلنا مواصلين في إيميسيون أمبوسيبل. الآن على الهواء مباشرة وعبر الهاتف الناشط السياسي سعداء بأنه ناخذوه اليوم تقريبا وبشكل تقريبا استثنائي، لم يتكلم منذ مغادرته للسجن. سعيد أن يكون معايا الأستاذ الأزهر العكرمي على الهواء مباشرة عبر الهاتف. أستاذ الأزهر صباح الخير. يسعد صباحك برهان، وأنا أسعد وأسعد أيامكم إن شاء الله، وأنا سعيد جدا لأنه آخر تدخل عملته يوم 13 فبراير كان معك. أرجو أن لا تكون النتائج هي نفسها. لا فقدة ربي، لا سيد الأزهر فما كان الخير. سنتحدث عن فلسطين وأنت العارف بتفاصيل الشأن الفلسطيني، بالقضية الفلسطينية، بالتاريخ الكفاح الوطني الفلسطيني، وتعاين مثل كل التوانسة. احنا قلنا خليها هذه لحظة وحدة وطنية، فماش علاش يعني لهنا نتشائم ولا حاجة. اللطف عليك سيد الأزهر، إن شاء الله ربي يخليك في وسط أهلك وعائلتك. كيف يتابع الأزهر العكرمي المعركة الآن في غزة؟ هو الحقيقة هذا مش متابعة، هي شغف. أنا بالنسبة لي وكنت دائما أخجل أني نحكي عليه لأنه ما سميها اللغة نكرهها، شاكر نفسي وحييكم. أنا الشغف هذا بدأ عام 1982 فعليا، أنا لما بدأ الهجوم على لبنان وأنا موجود في دمشق. ما لقيت إلا البكاء، فمشيت طوعت وعديت 6 سنين معناها حامل سلاح وحامل قلم وحامل، وبقيت أتابع إلى حد اليوم. شوف برهان، أنا أريد أن أتحدث فيما لم يقل.
ما لم يقل. اليوم تستمر الحرب كثير، يقع اجتياح بري ما يقعش بالضبط، عدد الضحايا، تدخل الأنظمة العربية، التطبيع توقف أم لم يتوقف، هذا كله أنا في اعتقادي مسائل لكل نهار نسمعها وتخمينات وتطورات. أولا أريد أن أقول أنه في قضايا التحرر رغم أنه قلوبنا تجري بالدم على حجم الضحايا والعائلات التي تنفح، لكن لا ننسى من كم عدد الذين قتلوا في فيتنام على يد الفرنسيين والأمريكان، كم عدد الجزائريين اللي هم 1.5 مليون شهيد على يد أبيدة قرى بكاملها على يد فرنسا، نعم. في جنوب أفريقيا، في هذا كله الشعب الفلسطيني عندهم إحدى الأهزيج والأغنيات يقولوا لا تهتم نحن دفاعين الدم. اليوم الذي ثبت حقيقة وكنا نقوله في السابق سيقابل بالهزء ويقابل بالضحك أن إسرائيل زائلة ولن تبقى، بناء على واليوم توضحت وأصبح جستيفيكاتيف عن ما يبرهن على ذلك يوميا حتى في الصحافة الإسرائيلية، نعم. فيها آرت البارح من أقوى المقالات، نعم. مكتوب لهذا اليوم أنه لا بقاء لإسرائيل في المستقبل، بمعنى أنه تبين اليوم جيت بايدن، جيت المستشار الألماني، نعم. جيت الهستيريا اللي صارت لفرنسا والماكرون، نعم. هذا الحاملات الطائرة أن إسرائيل لم تكن في يوم من الأيام دولة وإنما كانت وظيفة غربية، بالضبط. هي وظيفة، نعم. وإذا تشوف المنطوق أنت تقول تونس، تقول فرنسا، تقول أمريكا، نعم. هم يقولوا دولة إسرائيل، نعم. الإصرار على دولة إسرائيل في وجود الشعب الفلسطيني، اللي هو بعكس ما يعتقد الناس، الشعب الفلسطيني مش 6 ملايين، الشعب الفلسطيني يا سي برهان 14 مليون منه 8 في الشتات يعيشوا البرة في مخيمات مثلا في لبنان، لا حق لهم في العمل مثل اللبنانيين، لا حق لهم، لا حق، وبارك الله في مصدركم. على كل حال نعود ونرجع، النوعي الجديد الاستراتيجي الذي حدث من عام 48 الكيان الصهيوني يبدأ الحرب ثم يخرج منتصرا، وهذا تبدل اليوم، المقاومة بدأت الحرب، العالم يقول إسرائيل هزمت، هذا 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 النوعي. ما حدث من 48 غزة هجمت في 2008، هجمت في 2012، هجمت في 2014، ثم حرب 21، هذه المدينة التي تتجند لها أوروبا والولايات المتحدة ويحكوا عن ذخيرة وما تحتاجه إسرائيل وما 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 وما, وما. خرجنا من حروب تقليدية فيها 23 دولة عام 73 و67 و كانت إسرائيل تجري عليهم الحقيقة ودبابات وسلاح يدمر، إلى أن تركز في الذهن وأصبح يقال أنه إسرائيل لا تهزم، أنه هذا الذي يسمونه جيش الدفاع الإسرائيلي قادر يجري على أي حد وكذا، والجيش الخامس في العالم وهذه الأسطورة الكل. اليوم نحن أمام معطى أيضا استراتيجي جديد، هو كتلة بشرية ضد كتلة بشرية، نعم. وأريد أن أقول هنا من خلال متابعات، يمكن من خلال حتى 83 و82 و84 كان الفلاح الأمي الفلسطيني اللي في المقاومة في أي فصيل فلسطيني يقول وينه الإسرائيلي، والله لو بينزل على الأرض أنا باكله بسناني أكل، ما عندهمش مشات، وعليش القصص وعليش كذا لفانتسان المشات ما عندهمش، توا جايب احتياط، الاحتياط يراه كان هو وأصحابه وكان يسهر الثلاثة متاع الصباح ومجتمع مرفه باش يرميه في غزة، جايبوا أنت كتلة بشرية ضد كتلة بشرية. هذا التفوق اليوم، مش تفوق في التكنولوجيا، نعم. التفوق اليوم أنه الشاب الفلسطيني الذي ينتمي للمقاومة عندما يؤدي القسم في الجهاد ولا في حماس ولا في الفصائل الأخرى، نعم. وهي على كل حال تبادلت الأدوار عبر التاريخ، معناها نعم. يوم هنا ويوم هنا، نعم. عندما يقسم يقول لها يما راح استشهد، الإسرائيلي عندما انخرط هو فتاة أو شاب في الجيش الإسرائيلي، نعم. يحب على الرفاه ويحب على الشهرية ويحب يأمن تقاعده، مثلا ماش موت في النص، العرب ما يقتلونيش، ما عندهمش قدرة باش يقتلونا. وهذا أستاذ لازهر سمحني، وهذا ما يقال من طرف معظم المحللين الآن حتى على بلاتوات التلفزيونات الإسرائيلية، أنه الحرب البرية
ثم حاجز معناها بين الجندي الإسرائيلي وبين الانخراط في الحرب البرية، أنه مش مستعدين للموت هؤلاء 18-19 اللي جاي من بولونيا وأمريكا، وكما قلت يعيش في حياة مترفهة وفي الاحتياطي ويرقى روحه في أزقة غزة. حتى على مستوى التدريب وعلى مستوى الكفاءة القتالية، أنا أقول أنه عندما هاجم كتائب القسام هاجموا على فرقة الجنوب، وهي فرقة أنا وقت تقول فرقة متكونة مختلفة. من ألوير نعم. فرقة عسكرية تم تدميرها بالكامل، هو الجيش الإسرائيلي فيه 10 فرق. نعم. هذه الفرقة لم تعد موجودة منه. نعم. سحبوا منه مجموعات فرق أخرى إلى الشمال يراقبوا بها في حزب الله. نعم. والباقي الاحتياط 360,000 وقت. نعم. اللي عملوا النفير من ثاني يوم إلى الاحتياط. نعم. إذن الجيش الاحترافي الجيش اللي موجود على الأرض. نعم. ومن هنا جاء أنه الأمريكان يقولوا باش ندعموا احنا الهجوم البري ب 2000 من المارينز، فيكونوا في حاجه الفرنسيين والالمان والامريكان انهم يبعثوا اولادهم يقاتلونا غادي. واليوم غطات طنجره تهز. نعم. واتضح بالكامل ان هذه الوظيفه الاوروبيه ستدمر، هذه الوظيفه الاوروبيه لن تبقى على شكلها الحال، قد تكون جوله الان ويربحوا الفلسطينيين 30% و40% و50% من حقوقهم، لكن في نهاية المطاف إلى زواج. نعم. ما ترسخ اللي ربحناه أيضا اليوم أي طفل كادت تنسى القضية. نعم. وأصبح أنا أحيانا نحكي مع الناس يخذوا لي كأنهم يردوا عليك من باب التفكر، يقولوا لك أنت رومانسي وتحلم، وهذا معناها أضغاف وأحلام. اليوم اللي عمره 10 سنين في تونس وفي الرباط. نعم. وفي باكستان. نعم. إذا حبوا. نعم. وفي لبنان وفي سوريا وفي مصر، اللي عمره 10 سنين يعرف أبو عبيدة، يعرف الأطفال اللي ماتوا. نعم. يعرف المستشفيات اللي تقصفت. نعم. وهذا حتى في الأهزيج بي، وهذا كذا أنه لن ننسى. نعم. وتضح اليوم أنه شقاء هذه الشعوب كلها. نعم. وبفعل وجود إسرائيل، لأنه 1907 مش وعد بالفور. نعم. 1917 هناك تقرير كشفه الدكتور عبد الوهاب الكيالي الفلسطيني. نعم. واغتيل في 73 في بيروت من أجلي. نعم. هذا تقرير كامبل بيرمان اللي يقول هذا الجسر الفاصل بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط يجب فصله وزرع شعب جديد فيه. نعم. دبروه الشعب والقوى. إذن هذا المركب اللي مستحيل أنه. نعم. أنه يركب. نعم. سنين. نعم. شوف المصالح المتشابكة بين هذا الحلف وبين هذا الكيان وبين أنظمة التطبيع. نعم. التي تعتبر خاسر استراتيجي الآن. نعم. والشعوب تتهدد، ومعناها يا أخي طيب وخاطر شعوبكم، على الأقل السفير الإسرائيلي في المغرب ولا في البحرين ولا في الإمارات ولا تلعوين قولوا له بنروح ارتاح تنفس برا تل أبيب سيبنا. بالضبط. إلى حد الآن شوف لميشن ستي. أي. شوف العدوانية. نعم. اليوم ثم حلفين وحب من أحب وكره من كره. نعم. تحية لحلف المقاومة. نعم. ولا طائفية بمنطق الفرس وبمنطق إيران وبمنطق حزب الله الشيعي. والله. اليوم التجغجيغ اللي نسمعه فيه حتى نشوفوه في الفيسبوك. بالضبط. أنه الشيعي وما شيعي. اليوم ثم حلف مطبع. لا وبربي بربي يا سي الأزهر، وأين حزب الله وأين كذا؟ الناس اللي تسأل من وراء فيسبوك وينه حزب الله؟ يلزمهم يعرفوا أنه حزب الله درب جزء من المقاومة ودرب جزء من المقاتلين بتاع حماس، وحزب الله هو اللي يمد ويسهل في دخول السلاح لغزة، وحزب الله هو الظهير اللوجستي والظهير الاستراتيجي للمقاومة. يخسروا عليه بالمنطقة كل النعرات الطائفية. إيه وينه حزب الله؟ وينه درشنية؟ وينه كذا؟ وينه اللغة هذيك؟ اي هي معناها في القهوة عركة قدام القهوة ولد عم كيضربوا فيه أخر ججري. توازنات استراتيجية تخطيط. نعم. ورؤى. نعم. واتضح الآن أنه المقاومة في فلسطين والمقاومة في لبنان والمقاومة في غيرها معناها. نعم. عندها قدرات سياسية نحو العسكري ونحو التصنيع ونحو. نعم. معناها تملك التكنولوجيا، قدراتها السياسية غير طبيعية. أنا أقول أنه حاضنة المقاومة الفلسطينية. نعم. شوف برهان، أنا نحب نلاحظ حاجة. نعم. شوف في المنطقة العربية الستينات والستينات تحديدا واول السبعينات كانت للقوميين، لانه كان ثم انظمه قوميه فيها عبد الناصر وفيها البعث وفيها وفيها وفيها. نعم. السبعينات والثمانينات شكون ظهر وفوج؟ هو اليسار ممثلا في الجبهه الديمقراطيه والجبهه الشعبيه والقياده العامه. اليوم احببنا ام كرهنا المقاومه اليوم يتزعمها الاسلاميين. بالضبط.
علاش علاش حاشمين وعلاش خايفين؟ المعاني الكبرى اكبر من الحسابات الايديولوجيه الصغرى، هذا بتاع ولد عمنا نتاعنا ولا ايديولوجيا ولا مش ايديولوجيا. بالضبط. اثنين اثنين. نعم. انه حلف المقاومه اللي لماذا دمرت المدن السوريه ولماذا كان يسعى لتدمير الجيش السوري؟ ثم ناس مازالوا يقولوا توا ويسبوا ويحكوا لماذا دمر العراق؟ نعم بالضبط. لانه الغرب لم يكن ينتظر لهذه الوظيفه انها تصبح على هذا الوضع نهار سبعه. واضح. وصبحت عليه والهزيمه ترسخت وكتبت. وانا قلت انه الاحتلال تعورت له عين. واضح. فالحرب يدفنوا الناس، تجي الفلوس باش يعاودوا البني. واضح. هذا الاحتلال باش يبقى بعين واحده، باش يبقى اعور. واضح. والناس كل تضحك عليه. واضح. الازهر العكرمي الناشط السياسي، شكرا جزيلا لك. يلا نمشيوا للميتيو والاخبار ونرجعوا لبقيه فقرات ايميسيون امبوسيبل، تبقوا معنا.